أكاديمية تأهيل الدعاة والواعظات والمدربين هي أحدث المنشآت التدريبية الخاصة بوزارة الأوقاف، والمعدة لتدريب الدعاة وتطوير فكرهم لنشر الدين الوسطي بعيداً عن الغلو والتشدد. الأكاديمية بيحاضر فيها مجموعة من أكبر علماء الدين، منهم فضيلة مفتي الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية والدكتور علي جمعة المفتي السابق للجمهورية. تفقدنا الأكاديمية في ضيافة كريمة من معالي الوزير، رأينا إعداد وتجهيز عالي المستوى، وبجوار التجهيز الرفيع اللائق بإعداد الدعاة رأينا خريطة علمية متقنة. يسرني أيضا أن أعرب عن أن هناك تنسيق كامل بين الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التابعة لرئاسة الجمهورية وبين أكاديمية وزارة الأوقاف. رسالة اليوم أن مصر بهذه الأكاديميات وبمراكز التدريب ومراكز التكوين العلمي على مستوى الدولة، مصر تحقق ريادة حقيقية ونضع أقدامنا على الطريق الصحيح بهذا التأهيل الذي نحن بصدده هنا في الأكاديمية هنا أو في الأزهر الشريف أو في الإفتاء أو في الأكاديمية الوطنية. نحن في فخر شديد، مصر تتقدم اليوم. الأكاديمية مجهزة بغرف للإقامة الفندقية عالية المستوى لإقامة المتدربين المصريين والأجانب والمحاضرين، بالإضافة لوجود مطعم لتجهيز وتناول الوجبات للمقيمين، ده مع وجود معمل للصوتيات لتدريب على اللغات الأجنبية ومعمل للحاسب الآلي وغرف للمحاضرات مهيئة لاستقبال الدعاة وتدريبهم. مدة التدريب في الأكاديمية 6 شهور، ويمكن للدعاة المعينين في وزارة الأوقاف الالتحاق للدراسة فيها، بالإضافة لإمكانية قبول غير المصريين للدراسة في الأكاديمية. هذا الصرح الكبير كما تراه الآن فيه قاعة كبرى، مسرح يحتوي أو يضمن أو يشمل 400 متدرب، في قاعات تدريس، في معمل صوتيات. أضف إلى ذلك أن المتدرب له سكن فندقي، له مطعم خاص يوفر الوجبات الثلاث، وجبة الإفطار والغداء والعشاء، فقط هو جاء للدراسة والتدريب. أعتقد ده صرح لا مثيل له في مصر الآن. أعد إعداد خاص وبتعليمات من معالي وزير الأوقاف على أعلى مستوى من إقامة وأماكن للدراسة. إذا عندنا في الأكاديمية أن الإمام يدرس حسب آلي وإنجليزي واللغة الإنجليزية وفلسفة واجتماع ومنطق، ده طبعا ثورة كبيرة جدا في طريقة التدريب في الأكاديمية. المناهج اللي حطت الموجودة في الأكاديمية والدكاترة اللي بيدرسوا لنا، القوامات اللي موجودة، أكيد طبعا هتفرق في تربية إمام عصري متميز يهتم بجميع العلوم الشرعية والعربية والعلوم العصرية كلها، مش مقتصرة على العلم الشرعي فقط. أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الدعاة والواعظات والمدربين مجهزة على أعلى مستوى لتقديم كل العلم المناسب لكل الدعاة اللي بيدرسوا فيها، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في فهم ونشر صحيح الدين. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر.